اهلا جديدة، وشاهدنا في كل مكان. نتواصل معاكم برنامج بصراحة اكثر. واليوم احتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، القدوة في حياة الرسول، يعني نقتدي به في حياتنا. وبدينا يمكن بتسلسل في حياة النبي في انه نحن نسمح كثير من النماذج والقصص عن حياته، ونقتدي بها نحن ايضا في حياتنا، تخلي بنبعد نفسنا من كثير من الصراعات والمواجهات والمشاكل. نعيش حياة كلها تصالح مع الذات، يعني حياة صحية نفسية. معنا دكتور عبد الصمد، علي عبد الصمد، ودكتور معاذ شرفي. ووصلنا كتعقيب لحديث دكتور عبد الصمد ودكتور معاذ في انه أهمية المحبة والتعبير عن الحب والإلفة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه حقيقة أو داخل المنزل. وده الجبال أنا وقفت فيه وكنت داري أعلق عليه في الحاجات النفسية الأساسية للإنسان منذ الطفولة. أول حاجة داري الحاجة للأمن، داري يكون حس الأمان ده الطفل أصلا. عشان كده القساوة الكثيرة في الطفولة، حمر لعينك واقرص وانهر، ما مطلوبة. بحصل له شنو يعني لو تربى تربية عنيفة أو قاسية؟ هنا ما بتخلق مشكلة نفسية، بتخلق مشكلتين عندي شخصيتين. يا إما يتعلم الخوف والجبن وينزوي وينعزل وما يبادر لأنه خايف من العقاب أو القسوة، أو يتشرب السلوك ويطلع أعنف منك ويتحداك ويرد العدوان بالعدوان، وبعد شوية تجي الأم تبكي ما بيسمعوا كلامي. أيوة، لأنه إذا طوالي كلام كواريك وجوك أصلا وما بتعرف توجيه بالراحة. أي أم بتنتقد يعني كثير الأطفال وبتكوري كثير، بصل عمر ما بيحترموها تاني ولا حيطيعوها، بيعتبروا كلامها فارغ، خلاص تشربوا منها بعد كده الطبيعة. شوف الحاجة للأم، طوالي بتولد المحبة. يعني الطفل لو حس هو قاعد في مكان آمن بيحب المكان ده، في شخص بوفر له الأمان بيتعلق به، مش كده؟ حتى البيت لو ما بقى جاذب ممكن يمشي يمرق منه. أيوة برا. أيوة، ويقع في براسين المخدرات. لاحظ انه الامان ولد المحبه، المحبه بتولد المشاركه. مش كده؟ انا بحبك بخدمك، يعني طفلك العمر سنتين قبل ما تعلم الخوف وداير تدقه وما تكونوا شايلينه وبيدلعوه، اول ما ابوي يمشي يجيب الشبشب بيقلع الشراب. مش كده؟ أيوة. بيقوم بخدمه من مبدا عاطفي تلقائيه. أيوة. تلقائيه. اول ما يبقى عمره 3 سنين وحركته تكتر ويبقى حباش والضريب اكتر والنهير اكتر بيمنع الخدمات دي، ثاني بجي بتضيف تلقائيا بتجنب وقت ابوي ده. أيوة. او الزول اللي بيشاكله ده. طيب في حب، في امن، في حب، في مشاركه، في انتماء. الانتماء ده ما بيجي صدفه، اذا ما توفر الامان وتوفر المحبه ما بحس الانتماء. صحيح. عشان كده سهل جدا الاطفال، الطفل يشرد من البيت ده كده هو لا حاس المحبه لا حاس الامان لا قادر ينتمي. بالمقابل ممكن الناس كمان تتدخل في تربيتك انت، اللي هو ممكن انت تحضن طفلك ده وتغمره بحنانك، دائما يقول لك والله الدلع الكثير ده بيخرب الشافع ده. لازم تسمع الجمله دي. وانا بفتكر في جمله قالها في الـ في الـ في الـ في الـ في الاستراحه حاسه دكتور عبد الصمد، قال الـ 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 الحب ده والتعامل الراقي ده زي الملح، اذا زاد بيعمل مشكله واذا قل بيعمل مشكله. اذا احنا بندلل الطفل وبنديه محبه اكبر من الطبيعي هتصبح هناك كارثه، ما زاد عن حده بينقلب لضده، بيبقى اناني وطماع، بيبقى اناني وبيبقى بيحب نفسه وكثير الطلبات ولا يهتم بالاخر، بس عايز ينفذ له حياته. عشان كده الاولاد المدللين بيكبروا بيبيعوا بيتهلون وبشاكلوا في ويطلع من مشكله ويدخلوا في مشكله ويطلع من مشكله. لانه ما تعلم المسؤوليه، ما تعلم الاعتماد على الذات، كل شيء كان بيجي ولعنده ما تعب في شيء. فجاه لما يبقى بدير الاشياء هو ما مدرب زي ما قال. يعني قبيل الشيخ عبد الصمد لما بيتكلم عن رعي الغنم، هنا انت بتتعلم الحياه. ايوه، بتتعلم المسؤوليه، الحياه بتعلمك. يعني بتتعلم كل الانضباط المطلوب. طيب الزول المدلل بيخدموه بس ما تعلم ان يخدم شخص، ما تعلم ان يدير ذاته حتى يجيبوا لي مويه. يعني انا استغرب حسه في اطفال او شباب الواحد عمره 12 سنه يقول لهم عليك الله اديني مويه، ابوي عليك الله انت جنب الثلاجه ناولني. هو ما بيقدر يخدم نفسه، هو داير يخدمه، بيرقد ويرسل في امه وابوه كمان. فده سلوك انا بفتكره جاي من تدليل كان واضح، مش كده؟ الانانيه المفرطه، وحسنا بتمر علينا في العيادات الاطفال اللي بيربوهم بدلع كثير مفرط، بيصل عمره 12 سنه دي اول ما يصل 12 13 ما بيقدروا يسيطروا عليه ثاني. يقول لهم ما داير المدرسه، تشتروا لي عربيه ولا ما بخليه يكون
ما بعرف شنو لا كسر ليكون البيت ده وبيبقوا هم ما قادرين يسيطروا. ايوه ما قادرين يسيطروا، ما عارفين يعالجوا الوضع لانهم هم اتبعوا اساليب خاطئه. نحن لما نتكلم عن المحبه ما بنتكلم عن الحسم. يعني انا ما لازم اقسو، لكن يجب ان اكون حاسم. الخطا خطا والصح صح، لكن ما معناته انا لازم اضرب واشتم واسب والعن. لا، يعرف انه ده خطا. وبالمناسبه يقول لك الطفل ما بيسمع الكلام، نحن عندنا كلمات مسبقه خاطئه جدا. الطفل مخلوق قابل للتعلم. ايوه. وقانون النمو قانون ارتقاء من مرحله دنيا الى مرحله ارقى. والطفل دائما بيقتدي بما هو جميل وما هو راقي. الطفل ده لو عملته بتهذيب وقلت له تعالى اقعد خلينا نتفاهم عايز اشرح لك وهو عمره 5 سنين حيكون سعيد جدا انك قلت له تفضل دارين نتحاور. الثقه في النفس. ايوه تديه الثقه وتناقشه بانه يعني الراجل المحترم زيك زول المحترم المهذب زيك مش يا حيوان يا غبي يا ما بتفهم. لا تديه هو المحترم عشان يتغمص سلوك الاحترام. كبير الزول لما يكون محترم من شروط الاحترام عشان الراجل زيك يبقى محترم يعمل 1 2 3 عشان هو تاني يتذكر عشان يكون محترم يعمل شنو. نحن طبعا عيبنا بنقوم نقول له انت اصلا غبي وتاني كذلك الراجل يعمل كده، لكن ما علمناه الخطوات المفروض يعملها. الصحيح والله الجمل دي صراحه المفروض يعني نبيدها خالص من حياتنا اصلا، يعني بتدمر نفسيتنا. الطاقه السلبيه احنا دائما في التربيه بنقول تجاهل السلوك الخطا وازرع ما هو ايجابي. يعني ما تقول له انت صار وشك، لكن علمه كيف يبتسم. اذا قدرت نجحت في التعليم ده صارت الوش بتتلاشى. عشان كده انا بقول انت زول جيد مفروض عشان تبقى محترم اكثر تعمل 1 2 3. اتمنى انه انا اشوفك دائما خلاص هو بعد ده بقى عنده فكره عشان يبقى جيد الخطا 1 2 3 ياتا. لكن انت بقيت قليل ادب تاني ما اشوفك تعمل كده. طيب عشان يبقى ما قليل ادب المفروض يعمل شنو؟ وطيب لو خلى دي البدائل شنو اللي خطيتها له؟ انت ما اديته بدائل، حيبتدي بعد ذاك يجرب وربما يجيب خطا اكبر من الفات. نقول لك لمناك جبال تقوم تعمل لنا واحده وبرضه هو ما عارف الطريقه الصحيحه المفروض يمشي فيها. ما نحن تربيتنا هي قايمه على النقد دون التعليم. مش كده؟ الفلسفه بتقول شنو؟ التربية الصحيحة ليست أن تقول الشيء الصحيح في الوقت الصحيح، بل أن تمتنع عن قول الخطأ في اللحظة الحرجة. ده زول المهذب بيظهر هنا مش؟ اللحظة الحرجة صحيح قاعدين نفشل فيها كلنا إحنا الآباء. صحيح. إنه طفلك أخطأ دي اللحظة الحرجة، هل أنا حكون الغدوة في الأدب عشان أعلمه الصح كيف؟ ولا أنا ذاتي ببقى أشتم وأسب وأجدع بالشبشب وطلعت برا الطور. يقول لك طلعني برا طوري. خلاني ما قادر أتحكم في نفسي. انت حتربيه ولا هو اللي حيربيك؟ اذا هو خلاك ما قادر يبقى منو اللي حيربي الثاني؟ ينتصر عليك. ما هي دي كارثه. يعني الجزئيه دي بتنصحنا انه يكون في اتزان في المحبه والتعبير عن العاطفه ما بين الاباء وابنائهم عشان ما يكون في وفي نقطه مهمه سلبية. جدا الاباء والامهات امام الاطفال يفترض لغتهم مع بعض تكون محترمه. يكون فيها الود، يكون فيها التسامح، يكون فيها المحبه. النقد الكثير، الاساءه، الشتم، السب في وجود الاطفال خطا، لانه انت هنا بتديه الحق بعد ده بما انه شاف ابوه ممكن يشتم امه او الام تقول كلمه شين الاب انها مباحه. الكبار بيعملوها، طيب انا ما اعمل انا مسموح لي. ايوه وده كلام فيه جريمه كبيره جدا، او يكون في اثر نفسي. الطفل بطبيعته ما عايز يشوف زول بيقسو على امه حتى لو بقى الاب. يعني الاب لو بيفتكر انه قدام الابناء حيكورك في الأم الأولاد حيكونوا سعيدين أبدا، حيكونوا ضدك بدواخلهم. أيوه. وحيبتدوا ينفروا منك. وحتى نفس الفكرة دي الأم لو كانت بتشتم الأب في غياب والأطفال قاعدين ما حيقبلوا الكلام ده، لأنه ما في شخص غريزي بيقبل. في شرخي يعني. أيوة. في دواخلهم حتى لو ما عبروا عنه. أيوه. دخلت أنا في المحور الثاني مباشرة دكتور عبد الصمد وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. تعامل كان مختلف. بنسمع يمكن او سمعنا في كثير من المنابر المختلفه عن تعامله مع تحديدا السيده خديجه والسيده عائشه. في كثير من النماذج المهمه ويا ريت يقتدوا بها كمان كل الرجال يعني رجال ام الاسلام. تمام. طيب قبل ما نمشي لزوجاته في جزئيه مهمه جدا داير اقول فيها جانب تأصيلي عشان الكلام يمشي في خط واحد مع ما ذكره دكتور معاذ جزاه الله خيرا. انه الشيء ذكره ده كله بترجمه النبي صلى الله عليه وسلم
لينا في قصة أو قصتين نعيش مع بعض ونمشي للتعامل في ظل الحياة الزوجية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت. والأداوة الثقة دي وطلعوا للمجتمع وللأمة الإسلامية بالمستوى ده هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منه صغير وشد عليه بالبركة، شال يده عليه الصلاة والسلام الكريمة ومسع على صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن مش بس دعاء وخلاص، في سلوك. عشان كده عجبني جدا انه تغيير السلوك، استصحاب السلوك، الطاقة الإيجابية، لأنه في فرق بين التعليم والتدريب. التعليم ده معلومات أنا أضخها بها لراسك وأغذيك بها، لكن التدريب ده سلوك، أدربك أعلمك ليه واحدة واحدة، زي ما قلنا قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي، ابتداء من السرحة بالغنم وبكده، ابتداء حتى من الحياة اللي قلناها دي قبل، بدينا بانه جل الدنيا كيف اول شيء عشان ما يعتمد ذاته عليه الصلاة والسلام على اي حاجة كده غير الله عز وجل. مرق للدنيا ابو ماف، احتضنوا جد عبد المطلب بعد، وكان يحبه دون كل ابنائه، اللي قال لو تموا 10 بضبح واحد فيهم في الكعبة، اللي هم اعمام النبي. لما تموا 10 قرر يذبح عبد الله ابو النبي عليه الصلاه والسلام. ناس مكه قالوا له عين كان بيت كان من خليك تقتله، بنات ما كبعت فرقه، واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، لكن ولد تضبح دي ما في. شكل عليه الصلاه والسلام قال انا ابن الذبيحين، قالوا انا حلفته، قالوا له في كاهنه كده عراف انا مش ليها، قالت خدت الغلام ده بيجاي وخدت 10 من الابل بيجاي وعملوا قرعة، وقعت في الغلام زيدوا الإبل 10، وقعت في الإبل أضبحونا 10، عملوا القرعة 10 مرات بتقع في عبد الله، للمرة العاشرة حتى وقعت في الإبل عدد بقى كم؟ 100، ضبحوا 100 من الإبل. شكد الدية الآن في الإسلام، وهذه من السنة التي أقرها الإسلام، ما يعادل 100 من الإبل، لأنه فودي بها جدا أبو النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ما الله مرقوا للدنيا ودي بالأعجوبة عشان يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام كجينات في ظهره ويمرق للدنيا، لما النبي مرق للدنيا لقاه ماف، وجده بعد ما كبر شوية يتوفى، عمه كان حاميه أول ما صدع بالدعوة كده في أول سنة مات. السنة اللي مات فيها عبد المطلب أبو طالب عمه كان بيدافع عنه، وماتت فيها خديجة، وحنجي عليها في محورك الأسع. عند أصحاب السير والأخبار سمي بعام الحزن العام ده، لأنه فقد مرتكزين أساسيين كانوا بيدعموه دعم إيجابي ويدوه طاقة إيجابية في الدعوة، زملوني زملوني دسروني دسروني، جلي خديجة زوجته يا أيها المزمل يا أيها المدثر، وثبتته قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، يعني ما نقنقت فيه، شغال معاه تجارة وما جاءت النبوة ولا جاءت الرسالة ولا جاءت الدعوة، لكن عشان يتأمل في الكون الفسيح ده وما بيعبد الأصنام، بيطلع جبل النور تشوفه ساي الساعة تصنقع فيه كده في مكة، حتى صنقع ساي بغلبك خلي تطلع أعلى قمة في مكة. لكن لما جاوا الوحي هناك وجلي خديجة، يمكن كان أي مرة تقول لي تاسع ذات المطلعك الجبل شو أنا قصرت منك في شنو، قروشي كلها مديتك ليها، إنت ما شغالين تجارة سوا ما تقعد في بطن البيت ده، لكن أصلا زي ما يقولوا الشباب ما شغلت له، رضي الله عنها أم المؤمنين خديجة، قلت له والله لا يخزيك الله أبدا، وشدت من عضده وساقته لورقة ابن نوفل، وبشروا بانه نبي هو نبي اخر هذا الزمان،
ويعني أدته طاقة إيجابية. فسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام بالحاجات اللي قاعدة كلها يعني يلقى الشيء كده، لكن بقدرة قادر فجأة الشيء لأنه ربنا ما داير النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على أي حاجة غير الله جل في علاه. فأبوه ملقاه، عمه مات في بداية صدور الدعوة، جده مات، خديجة ماتت، يعني قابل بعدها كل أنواع الصعاب وكده، لكن يعني لأنه من الأول أشرنا لأنه القصة كانت بحسابات ربانية. يعني جبريل عليه السلام لما شق صبره وهو طفل ما ركب له صمام ولو هس على الشرايين، وإنما غسل قلبه من كل الآفات والأمراض والأشياء الروحية. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك ورفعنا لك ذكرك. فالله سبحانه وتعالى يعني رعى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحسابات. عشان كده عليه الصلاة والسلام كان بدي الطاقة الإيجابية لكل من حوله ابتداء بالأطفال. فعبد الله بن عباس ابن عمه، وعمه اللي وقف معاه، ويعني وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وشافع صغير ما قال لي يخفي الدعوة ما قاطع فرقة، لكن يردف معاه في دابة ما عربية ولا مكيفة. يعني تخيل شافع راكب على ظهر حمار، الناس اللي عاشوا في الريف بيعرفوا القصة دي. تركب حمارة بيورا أول شيء ظهره بكون تعبط صعب، وكرعينة بيورا بيكون الليك باقيات ليك زي المسامير. لكن بعد ده لجذب الانتباه قال يا ابن عباس إني أقول لك كلمات، يعني هيئوا الكلام الدائر. أقول لك ده مهم، ده كلام دكتور معاذ، إنه يعني قل له أنا دايرك كده، أبقى لي كده، أعمل لي كده، أداه قيم بعد ذاك ليه ولأبنائنا كلنا ولينا حتى نحن. قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أداه يقين بأنه أمورك كلها فوضى لله. واعلم، ده كلام كبير، أن الأمة جميعا لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، وهو شافع صغير، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة جميعا لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فسبحان الله، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام يورينا إنه الأطفال ما تقول ما بيفهم، ما بيعرف، ما كده، ما طوالي يا غبي يا أهبل يا حمار يا متخلف. يعني لما أنت تقول له كده بعد شوية هو تقول لإخوانه، بعد شوية تلقى البيت كله ينبس في ده وده يكون في ده، ويبقى ألفاظ يعني المفروض. وبعد ذاك تجد قاعدهم شوفوا لازم تحترموا بعض، لازم تغدي يا اخي انت احترمت وريته. عشان كده سبحان الله لازم الاب والام يقعدوا في البيت يخطوا استراتيجيه، دي ما شراكه وشريكه ودايرين يمرقوا حاجه مفيده للمجتمع. صحيح. انه يا اخي لو انا شديت انت ارخي، لو انت رخيت انا اشد، ما من نبيزه من كورك، ما نديهم إحساس بالضعف، ما نبث الطاقة السلبية طوالي في البيت. صحيح. عشان ننفرهم من البيت، عشان الحنان ده كان ملقوا في البيت هنا بيمشوا يفتشوا برا. صحيح. عشان كده يعني حتى الأم هي ذات دائرة الكلام السنة، خلي الأطفال الأبو ذاته طفل كبير بس ده كده دخلنا الأبو ذاته انت قايل شنو طفل كبير كلام والله جد، بس صحيح. عنده دقين وعنده شنب وكده وداير كلام سبح. يعني عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم المؤمنين يا عائش، ومش كده النبي عليه الصلاة والسلام اعمل قرعة، يعني دي قمة ذاته الملاطفة بين زوجاته، تزعى عشان تقع لواحدة عشان يسوقها وين
ما سايق رحلة ولا نزهة ولا كده عشان تمشي معاه الحرب. ليه؟ لأنه دي طبيعة الجزيرة العربية، كان كده الناس بيسوقوا أحيانا نسائهم يداووا الجرحى ويسقوا العطشة، ودي قمة الإنسانية. أيوة. وكده والمشركين بيسوقوا نسائهم والمسلمين بيسوقوا نسائهم في الحروب. الحرب تنتهي حاجة جادة جدا، وهو الذي تهابه القياصرة والقياصرة، حرب موت كماج دواس في هلكة مشركين، وبيتعامل معهم النبي بكرامة وبإنسانية وبشرف، بدفنهم إكراما للنفس البشرية، ما بيبيدهم ويخليهم كده. وده برضو جانب مهم إنه نتناوله في الحياة الاجتماعية مع النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الأعداء لما يموتوا بدفنهم إكراما للنفس البشرية. سبحان الله، في جرحى من المسلمين يداوم أمهات المؤمنين، في عطشة، في شهداء ماتوا يدفنوا، يعني حتى في الحروب الفقهية. أيوة، حاجة جادة كده مع قمة الجدية دي والجودة يفصل بين الأشياء. المعركة انتهت، تخيل كمية الفصل، يقول للصحابة تقدموا أمشوا قدامنا، ويراعي إن أم المؤمنين دي صغيرة في عمرها ومرقت معاه لشغل أصلا ما من طبيعة المرأة، ومحتاجة لدوز بتاع عاطفة. يقول لها يا عائش لنستبق، تعالي نلعب سكسك في الخلا والصيدة، وكت بقينا برانا. كانوا في حرب وقتال وكماج ودواس، ودي زوجته، ويتسابقوا وجسمها خفيف بداية أمر الإسلام تفوته وتضحك. يعني ملاطفة عجيبة، الزول يقرأ في السيرة. بعد كم سنة يعملوا قرعة وتقع لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وعن أبو بكر الصديق أبوه أحب يعني الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا هو الصحابي الوحيد اللي قال ده صاحب النبي. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، رضي الله عنه، وهي أحب نساءه له. وسبحان الله يعمل القرعة تقع عليها بعد كم سنة، وتاني نفس المشهد يتكرر، يقول للصحابة تقدموا وخلاص أعطيت بسطة في العلم والجسم، يسبقه ويعايل لها كده ويضحك ويقول لها هذه بتلك يا حميراء، أنا السديس سبغتي زمان. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده الصحابة حياة الود والألفة والمحبة دي كانت متفشية بيناتهم. بنته بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة متزوجة ابن عمه علي رضي الله عنه، اللي قال عن نفسه أنا الذي سمتني أمي حيدرا، أنا الدرغام، أنا القضنفرة. يعني ده مقام حرب، إنه قال أنا أسد عشان الأعداء يخوفهم. والعرب كانوا في الحروب بيقوموا يجدعوا كلام كده عشان أي زول يحمس ناسه، وش دي 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 سيمة في الحروب الآن، وحدة التوجيه المعنوي ناسه يركزوا. لكن بيفصلوا بين الأشياء، أول ما يجي البيت نفس الشعر ده بقول حاجة غيره تماما. يوم جاء من صلاة الصبح لقى أم المؤمنين عفوا فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم بتسوق، شايلة لها مسواك أراك. قال لها لو سمحتي دقيقة. طبعا ثقافة الاعتذار والاستئذان وكده برضه مرات ما عندنا ولا بنعلمها لأطفالنا. استغربت ادته المسواك، تكلم شعر قطع أخضر مع المسواك، قال له حظيت يعود الأراك بثقرها، أما خفت يعود الأراك أراك، لو كان قتلك جائز لقتلتك، ما نال مني يا سواك سواك. قال لها تمي مسواكي. تقول لي يعني الرومانسية مكوسة في حاجات معلبة، هي موجودة في السيرة. واحد مرة من اللطائف قلت الكلام ده في المسجد، فمشى معالم الطريق بين النظرية والتطبيق يطبق، بس ما راعى التدرج. من زول ما بيتكلم ومقطم ورابط وحديث في البيت
شبك لك زوجته يا ست الحسان الليل الفطور بشنو يا غالية وكذا، وهي كل مرة تقول لي الشفع، هي ما تقول كده الشفع. عندنا عيب قصتي انه الزول يقول كلام صحيح قدامها. يا اخي الشفع ذاته يسمعوا كلام زي ده عشان لما يكبروا يقتدوا بانه يعملوا كلام هم كلام سميع وكذا، وده من الدين يعني، ما حاجة حرام ولا عيب. فقال لما قال لي لما مشيت قلت كده وكل مرة تهرشني وانا سوفي البسوفي ما يتدتني الليزن. قال لي خلاص لما زهجت مني قالت لي انت هبالت الكبر اللي وقعت فيك شنو؟ فيبقى ده لو ما لو ما يعني ظنت انه داير يتزوج انه في حاجه ثانيه، ليس الظن بيكون موجود، لكن الناس تقول الكلام السمع عشان يبقى جزء من حياته، يبقى جزء من الحياه والبيت يكون فيه يقولوا لكن ما فت اي. وبعد ذلك شنو؟ انت تقول لي وهي تقول لك والله الكلام السمح ده اكسير الحياه. يعني المراه لما زوجها يقول لها كلام جميل حتى لما يغيب والله تقطع فيه بصلتها ودموعها سايله. قال واحده قالت لي البصل لا انا اما اقطعه دموعي بجرن. قال لي انا ذاته اما اشتريه ولا يمزي دموعي بجرن. فتكون بتقطع فيه بصلتها وتعبانه والشفع والعناء، لكن ما انت تتذكر اللحظات الطيبه، تتذكر كلام زوجها الجميل يخفف عليها، ممكن براءة تضحك وتتكيف وتنبسط. يا اخي ربنا قال وقولوا للناس حسنى، يعني انت زوجتك تقول لها كلام سمح، اطفالك تقول لهم كلام سمح، جيرانك تقول لهم كلام سمح. ليه؟ لانه دي سماحه الاسلام. ايوه. وقبيل بدا اخونا دكتور معتز معاذ شرفي انه الطاقه الايجابيه دي ولو ما كلام بسمه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني بسمه عشان تحقق الالفه في البيت في المجتمع في اخوانك في جو العمل، عشان تدي طاقه ايجابيه جميله دي الله يديك فيها اجر. عليك الله تمط شلاليفك كده وتمرق سنونك، دي حاجه لا فيها قروش لا فيها عتاله لا فيها دفع، بنية تحقيق الألفة الله يديك فيها أجر. هي بالبساطة أنا لو قلت لك حس لو الأب صار يوشه في البيت، البيت كله حيصير وشه، البيت كله حيكون متوتر لأنه هو ما شرح لهم في شنو، بس مكشر وشه. أو لو الأم جيت لقيت أنت صار وشها في البيت ما في الابتسامة، أنت حتعيش الضيق. بعد مرات الحياة دي زي ما قلنا قبل، الأطفال كان ملقوها في البيت ممكن يكوسوها برا، كذلك الأبو إذا ما لقى الكلام السمح في البيت ممكن يكوسوا في جهة غير شرعيه او في جهه شرعيه ذاته غير يعني يحاول يسوي الثاني. فالكلام الطيب والجميل ازرع طيب تحصد طيب، مطلوب جدا. وده يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يمارسه وكان يامر به، وده معنى الاسلام الحقيقي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. الاسلام ما تقول كلام شين وتقول كلام طيب. الإسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثني. بعد الكلام الشين ده يعني المؤمن، النبي قال ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، ده كلام النبي. ونحن قلنا دائرين عليه الصلاة والسلام معالم الطريق بين النظرية والتطبيق. لعان ده يعني ما تعال هنا الله يلعنك، تعال طعان ده الكلمة ليه سموها طبعا؟ ما شايف سكينه بيطعن في الناس، لكن لأنه الكلمة الحارة بيتحرقك جوا قلبك. صحيح. عشان كده الطعنة أو الجرحة الحسية دي بتبرأ. بتبرأ لكن الشاعر قال الجروح بتروح، لكن حبواتنا قالوا اللي بيخش في البطون ما بغسله الصابون. ما تقول لانه في كلمه اسمع الزول لو يذكرها ولو بعد حين ما بتتنسي، بتخرب موده وبتسمم بدنه. عشان كده يعني المؤمن ما يقول الا الكلام الجميل الكلام الطيب حتى لاعدائه. الله قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون التواضع واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما بردوا السيئه بالسيئه، بيعفو، لأنه ربنا قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
والله يحب المحسنين. لكن من نربي عنف من في الطفولة وفي البيت ده بيكون عنده أوتبوت لما يكبروا. استغرب ناس يكونوا نتكلم بالشفافية عشان نربط الأشياء دي مع الواقع. يكونوا في جامعة سموها الجامعة عشان تلم كل الناس. أيوة صحيح. والمفروض ده منبر علم يكون الحوار بالفكر بالرأي بكده. لكن سيختي وسويختك وطوقي وطوقك وساطوري وساطورك يا أخي دي جامعة. إذا دول ويجعون في التعامل وقتل وضرب وموت وعدم تعليم ويعني شغل داير شغل من تحت. صحيح. والناس صحيح. يغيروا المفاهيم دي عشان المجتمع يكون فيه حاجات جميلة يعني. نعم. طبعا دكتور عبد الصمد يعني دخل في كثير من الجوانب المهمة جدا، لكن المهم عشان الزمن ما يداهمنا في الأخير، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، يعني كما ذكر دكتور عبد الصمد أهمية الملاطفة والمحبة والتعبير عن العواطف، اللي هي دي أشياء حاليا ما موجودة بالمستوى المفروض يكون عليه. يعني ده عارف أهميتها سيكولوجيا كمان واجتماعيا، هي مهمة جدا حتى لأنه الزوج والزوجة بيعيشوا حياة طويلة. الرتابة لو ما بقى في كلام جميل، لو ما بقى في ود وفي مودة وفي رحمة، الحياة هتبقى مملة. يعني انت قاعد لك مع الزول صار وشه مكشر، ما بقول كلمة طيبة، حياة بس جيب جيب جيب. أو أخدت الغد، أخدت الفطور، أخدت العشاء. طيب الحياة دي ما هتبقى مملة. وبالمناسبة دي واحدة من الأسباب ممكن تقود إلى الانحرافات، زي ما ذكر الزوجة تسمع كلام بر جميل أو هو يسمع كلام بر جميل. عشان كده الملاطف والكلام الطيب هنا بيخلي العلاقة قوية وفي تجديد، ده نوع من التجديد أنا بسميه. الحاجة الثانية بتخلي التماسك الاجتماعي قوي داخل البيت. لكن في أجيال كثيرة متربلة على الحياة دي دكتور، يعني هسه برضو ما كثير شديد تلقى أم ممكن تمسك ولدها أو بنتها تقول أنا بحبك، يعني خصوصا في مرحله المراهقه اللي عندهم تمرد شويه ديل. طيب يلا الكلام لو ما بقى في ود، لو ما بقى في كلمه طيبه، انت جميل، انت لطيف، انا بحبك، انت ولدي الراقي، انت معناه في قساوه في البيت ده. البيت ده جاف، والاطفال ديل اول ما يكبروا بيهجروا البيت ده سريع جدا، وما مهم تاني يمشي يزورها لديل، لانه اصلا ما في شيء. يعني الاب اللي بيقول الكلام الجميل او الام اللي بتكون علاقتها جميله مع اولادها اصلا لازم في اليوم يمروا عليها، لكن لما يكون في قساوة ممكن شهر ما يمر، ما فارقة مع حاجة، لأنه هناك ما في الحاجة الجاذبة اللي بتخليه إنه هو حريص على الأسرة دي، بل بالعكس بيبقى بس ربنا يديني عقد عمل، والله البلد دي أنا ثاني كانت تشوفوني يهيج منا. هو ما بيعرف البلد دي، هو قصده البيت ده، البيت ده كبرات شوية يقولوا شلبته لبلد واحدة وساقته ويزوج ثاني. أنا هنا عندي معليش للفضل إضافة مهمة. سبحان الله، حتى أمهات المؤمنين لأنه عارفين النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى منهج الدعوة إلى الله ربنا اللي بيعلم ويقدم، كيف لعامة الناس خليك عن أهل بيته، يعني ربنا سبحانه وتعالى يورينا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الحكمة وفي الدعوة في تقديم السلوك. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. عشان كده كان رحيم حتى بأهل بيته. وهم هذا المؤمنين عارفين الكلام ده، يعني حتى مرات شغلت النسوان بيسونا مع بعض فيهم رضي الله عنهن أجمعين. يعني لما واحدة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم داير يخش عليها قبل ما يتزوجها، قولي أقولي أعوذ بالله منك. فلما قالت كده قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لقد استعيذت بعظيم، وخلاها دي قبل ما تخش النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ورطوها يعني أنه استعاذت بالله يعني. ودي قولي أقول له شربت مغافير، يعني شربت عسل، معناتها ريحة فمك ما طيبة. بعد ده حتى دي أنا داير أختم بها، لأنه ده كل مرات يعملوا في باب الملاطفة مع بعض، يعني مش لطفهم عين، هين ذاته ممكن يتلاطفا مع بعض. فيوم أم المؤمنين عائشة الليلة ليلتها
فصفية بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها، وده شوف اللي تسامح النبي عليه الصلاة والسلام. الناس دي بيجي برضه الجزئية دي معشقين فيها بين امر خمسة، يعني دي بيت أكبر يهودي ضد النبي عليه الصلاة والسلام. حيي بن أخطب هو قلب الأحزاب وسوى المشاكل، لكن بنته لما أسلمت النبي زوجها عشان ذاته يكسر الجبل الجليد ده ويكسر العداوة ويخليها في محضن آمن. ويعني في زواجها قصة عجيبة حتى توريك برضو الغلظة، إنه من هي صغيرة حكت لأبوه، وكان عالم من علماء اليهود أول من النبي عليه الصلاة والسلام ظهر في المدينة في مكة، وهم في المدينة كانوا زهجانين من القصة دارين نبي آخر الزمان يكون منهم. فقامت ببراءة وكانت طفلة صغيرة تحكي لأبوها رؤية رأتها في النوم. قلت له أنا أمس شفت القمر نزلت يثرب وحامت كده، وفجأة أنا صنقرت من فراشي. فقعدت في كرعي تحكي ببراءة، الساعة القام قشطة كف قربت الدردق بالواطة. قال لا تدعينا أن نبي آخر الزمان يتزوجك وهو صوره هناك قاطع قلبنا، تقولي يجي ويتزوجك وقد كان مر يا زمن دور يا زمن. يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب للسلام الاجتماعي، دي أول خطبة، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا ركعتين بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، ويسلم عبد الله بن سلام وتسلم صفية ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم للرؤية رأته حتى قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم صفية تقول رضي الله عنها لأم المؤمنين عائشة أديني بس الواطة قمر أمرك شوية كده مع النبي في الخلاء ونجي راجعين الليلة ليلتك، نظام سحبة كده. فقامت قلت لها خلاص أمشوا، وبقت منتظران في طرف المدينة. وصفية آنست النبي صلى الله عليه وسلم بليل في الخلا، ما عارفة هم مشوا على وين. والموضوع هنا مع عائشة بقى حار شوية، قال في جنبها قش تدخل يدها فيه وتقول ليت عقربا تلتغني، إن شاء الله زاد تقرصي عقرب أنا ليلة دي بعدين فرطة فيها، ليت ديتا يمشي معاه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمهات المؤمنين لاطفان وهو عايش وليه جو المحبة. أيوة. سايد في كل البيت مع الأطفال مع الغلمان، يردف قلنا قبيل عبد الله بن عباس، يعني أحفاده منهم أطفال امسكهم ويحصنهم ويقول لهم أعيزكم الحسن والحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر الشياطين وأن يحضرون، ويحنكم أول ما يلدون يشيل بلح ويعني يأكلوا ويعملوا لهم في لستهم عشان يضبط لهم ذاته قصة الرضاعة وكده، لأن الطفل في بطن أمه بيتغذى بالحبل السري، لما يجي للفم داير يعملوا له أبديتنج شوية للقصة عشان يبدأ يرضع وكده. فسبحان الله، يعني دي كلها معاني حاضرة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام جانب الألفة والتآلف والجو بتاع التعافي والتسامح، مش بس في البيت. اليهودي يؤذيه ويجيب القاذورات ويخدها عليه وكده، يوم ما لقاه ما قال إن شاء الله تكون جات صاقعة دهجته فرتقته حتة حتة. رسول المبادرات عليه الصلاة والسلام مشى دق الباب، وده السلوك والقول لما يطابق، وده عدم المطاعنة. ده لو واحد فينا لو مشى يقول له والله طبعا لقينا الراتب ماف قلنا نجي نزوركم يعني كلام شيء، لكن قال له إني يعني ثلاثة أيام لم أراك وإن ديننا يأمرنا بحسن الجوار. هو أصلا ما قاعد يشوفه دكتور معاذ، هو بشوف المغس والدغس بتاعه بس، لكن عشان ما يؤذيه بالكلام قال لي ثلاثة يوم ما شايفك، وديننا بيحتم علينا أنت ما مسلم لكن نشوف مالك. الزول ينكسر، قال له إن ابني مريض
قال له الله يشفيه وفات. قال له أتأذن لي بالدخول؟ ممكن أخش؟ لما مشى لقاه بيحتضر، أول شيء مسع على شعره. ناس التنمية البشرية بيقولوا الأطفال حسيين، أي زول في الدنيا يا سمعي يا بصري يا حسي. المسحة دي حققت الألفة بينه وبين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبقت جسر تواصل. والرسول بدأ معه طوال من آخر محطة، قال يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا أضمن لك الجنة. الود عايل اللي أبوه كده عارفه بكتشين الزول لكتشينة، وعايل للنبي عليه الصلاة والسلام حاسي إنه ده سلوك ما بسوي وزول طبيعي. الود ذاته كان بيلقط الحاجات دي مع أبوه، بيجي يتلف زي مروحة الطرابيزة جاي وجاي. الأب عرف نظرات حيرة، قال قلها يا بني والله لا يصنع هذا إلا نبي. لا الدعاء لا حديث لا حوار، لكن قدموا له دعوة بسلوك موقف، وده نحن المحتاجين له. وأختم في المحور ده بطرفة. قالوا إمام مسجد قام كلم الناس عن الإيثار، وإنه لو عندك حاجة تدي جارك، والصحابة يعني آثروا بعض، ويعني ربنا قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وفضل الظهر. والزوزات وإن بقى عنده عربية لقى ناس واقفين يسوق وكده، وبحض للقيم. أول ما نزل من الجمعة غش السوق المركزي، بيحب البطيخ شديد والدنيا حر، اشترى بطيخة كبيرة، واحدة ثانية صغيرة كده ادوها له، وهو هذا ساعة كده بباقي قريشاته. وبقى ما شاف له زول معمعم وعرق وخاري، قال ان سوق الزول لفض لظهر لغاية هنا كويس. الزول ركب، هو ما ركب المسافة بعيدة من حتة الجامعة. قال لي يا مولانا والله خطبتك كاربة. قال لي تصليت معاي؟ قال لي اي والله جزاك الله خير يا اخو كده. من بيقوا نازلين الزول عاين كده شاف البتيختين، قال لي مولانا ما تديني بتيخة. قام الدس غيرة، يا مولانا تاسع من قبيل طبرة فينا الإيسار وبريد البتيخ شديد والدنيا حر. مما أخذته في محك التطبيق قال له هكذا، لكن إن عال أبو بيوريك الحاجة ذاته. فيبقى إحنا مشكلتنا في التطبيق، التطبيق ده لو الزول ما بيقدر عليه تبقى مشكلة يعني. شكلها ربنا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. القيم دي أي زول ممكن يدعو لها، لكن كون النزيلة على أرض الواقع ده هو المحك الحقيقي. نعم. لأنه النظم والكلام وطق الحنق ده ساهل، المنافقين بيعرفوا له والله قالوا أي يقولوا تسمع لقوله. ممكن ندعو للتسامح وللإلفة وللتعاون وللجانب الاجتماعي، لكن لما نجي للتطبيق أي زول يرجع بحاجاته النشأ عليه وكذا. وده ده اللي نحن دايرين زي ما بيقولوا الشباب حنبنيه. ايوه دايرين نبني البلد بالقيم دي. نعم. بالاخلاق، بالتسامح، بالتعافي، بانه نلغي الفات ده كله ويظهر لنا مظهر بتاع تتوافق النظريه مع التطبيق. نعم. والقول مع العمل. نعم. والفتوى مع التقوى. نعم دكتور عبد الصمد، علي عبد الصمد، يعني شرفتنا كثير اليوم، حديثك صراحه لا يمل يعني، ومتسلسل وفيه كثير من الامثله والنماذج بتقرب حتى وجهات النظر. بنشكرك جدا على وجودك معنا، وان شاء الله كل الفائده لكل المشاهدين. دكتور معاذ بشكرك ايضا لوجودك معنا ان شاء الله. ومشاهدينا في كل مكان، حلقتنا اليوم مناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم والقدوة في حياة الرسول، في عدد كبير من المحاور نحن تناولناها في حلقتنا لليوم، حياته وانعكاسها على الحياة الاجتماعية وعلى سلوكيات الأفراد حاليا نفسيا، زي ما ذكر الدكتور عبد الصمد الموازنة ما بين النظر النظرية والتطبيق، إنه حديثنا يكون بوافق كلامنا أو مواقفنا. الكنترول عايزين دعوات كده قوية كده في الأخير تختم لنا بها الحلقة. شكر الله لكم وأجزى الله لكم المثوبة، ونزأ الله سبحانه وتعالى يعني بنفحات ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعم الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن يعني بلادنا تكون سخاء رخاء
وسائر بلاد المسلمين. ده الشيء اللي بيتمناه الإنسان، الأسر تكون فيها المحبة والألفة والاستقرار، الأسرة الكبيرة سوداننا الكبير ده، نبقى كلنا حاجة واحدة، نبقى الدرجة كفانا المهازل. ومسألة الحفير والدفين ورجع الناس لورا، وده داير ينتقم لنفسه، وده داير يكيد لده، وده داير يدمر ده، دي حاجات بتأخرنا كثير. أتمنى إنه النفوس دي تبقى طيبة، تبقى هدية، تبقى رضية، تبقى متسامحة، ونمشي لقدام إن شاء الله. إن شاء الله، اللهم آمين يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يملأ قلوبنا بحب الله سبحانه وتعالى، وأن يملأ قلوبنا بحب بعضنا لبعض، لأن المحبة دي هي إكسير السعادة في الدنيا والآخرة. شكيد المتصوفة قالوا ما في قلبه محبة في قلبه ما في الحبة. فالدعوة الجامعة المانعة إن شاء الله قلوبنا تتملي محبة، أسأل الله ذلك يعني. إن شاء الله، آمين يا رب. شكرا لك كثير دكتور عبد الصمد، شكرا دكتور معاذ شرفي، بشكر مشاهدينا مجددا. نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم، موضوع جديد من موضوعات أيضا برنامج بصراحة أكثر عبر فضائية الشرق. لحد ما ألاقاكم، في أمان الله وحفظه.